فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك قنوات متخصصة في تفسير الرؤى، ويوجد لا يبون قروش، يبون قروش يأخذون من الناس ويستعملون هذا. ما تكون تفسير الرؤى بهذه الصفة، تكون حراج وتكون. وما كل من دخل في هذه القنوات يحسن التعبير، إنما يبي فلوس فقط. إن أصاب قال هذا صح، وإن أخطأ قال أخطيت. ما يصلح هذا. نعم.